قتل 37 شخصا وفقد 40 آخرون في فيتنام بسبب أمطار غزيرة في الأقاليم الشمالية والوسطى. وقالت اللجنة المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية أن 21 شخصا آخرين أصيبوا بعد وقوع انهيارات أرضية وفيضانات، وجرى إجلاء أكثر من 17 ألف أسرة في حين انهار أكثر من 200 منزل، وغمرت المياه قرابة 18 ألف منزل وألحقت بها الأضرار.